ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري هكذا حدثنا عن المشهد. وما زالت البيعة مستمرة. نعم إنها بيعة، بيعة نهار أحيانا وأحيانا بيعة مساء، لكن الفيصل القاسم المشترك بين البيعتين هو البضاعة. والبضاعة وما أدراك ما البضاعة، باعوا حتى الشماعة، لا داعي لتعليق القادورات، دعوها هكذا على الأرض كي لا يدوسها أحد. باعوا الأرض والجمهور معا، وقبل ذلك كانوا قد باعوا المباراة وباعوا حقوق البث، ولم ينسوا أن يشتروا الحكم، صفارة القلق، زمور الخطر الذي لم يتوقف عنينه إلى الآن. لكن هيهات، لا أحد سيتوقف عند سماع زمور الخطر، فخرير النفط العذبي أقوى. إذن لا خطر، كل على بعض شوية دماء بنبيعها على السريع لنشطف فيها درج القصر الجمهوري الذي انتقل إلى الابن من الأب كجزء من الميراث. ويا دار ما دخلك شر، طالما الشغلة بتنباع يا أبو شريك فليش لا، ونحن نروح قلبنا عمليات البيع والشراء. نحن اللي فتنا على البازار بلا ولا فرنك وطلعنا بملايين الدولارات، بنبيع حتى صور الشهداء، بنبيع صداقاتنا مع الشهداء، بنقبض حق دم والمصاري أو أضعف الإيمان لايكات. نحن رجالات الإعلام الثوري، وينك؟ نحن اللي بنفوت على المناطق المحررة والمحتلة بآن، وعنا بيصير حفل توزيع الجلاءات على الشهداء، فلان الفلاني شهيد، فلان الفلاني فاطس. نحن اللي عنا التقييم الصحيح للشهيد المنيح، ومو كل أصابعك شهداء. لا وينك، عم يحكي معك رجل إعلام، رجل إعلام محنك ملفلف، بيبيع الدم خام ومكرر، كل شيء له سعر، وإذا بتحب يغير لك لونه مشان يلبق مع فستان السهرة اليوم تبع المدام، كل يوم موجود، لا تخاف يا طويل الأمر، ومشان تتطمن موجود منه بكل الألوان، هذا إذا ما خدمناك بخدمة التدرجات. بعنا الأرض وبعنا السماء، بعنا حتى الأضواء، بعنا للنظام وبعنا للمعارضة، وبعنا لما بعد بعد النظام، وبعنا لما بعد بعد المعارضة، وبعنا الأخبار، بعناها بالجملة والمفرق. شريط إخباري له سعر، وخبر أول من شفايف المذيعة اللي على كيف كيوفك له سعر، ودعوات وتحيات وهتافات لك من الجماهير الاس ام اسية على الشرائط ما تحت الشرائط الإخبارية كمان له سعر. ويا حزرك رح تروح البلد؟ لا اطمن معاليك، البلد لساتها مثل الأول، بس هلأ نعنش السوق تبعها أكتر، وصار فيه بصراحة على أخبار طلب، عجبتهم لوسائل الإعلام وكمان للشركات اللي بتملك وسائل الإعلام. صنف طيب، بضاعة على كيفك، ما بتخلص، نبع من الخيرات بقى، ليش لا؟ البيع مو حرام، ولا حتى الشتاء، عفوا الشراء. أخذي علي البوستات العاطفية اللي بكتبها أحيانا على الفيسبوك بلحظات المراء، شنو كمان العواطف عنا بتنباع. وإذا مفكر حالك ثورجي فعلم أنه نحن اللي بعناك هالشغلة، نحن اختصاص توزيع جلاءات برعاية سمو الجلالات، نحن اللي سطحنا الوطن على طاولة المزاد، نحن اللي حطينا له أول رقم، ونحن اللي بنجعر بما يستجد من أرقام. بقى كمان إذا بطلت ثورجي وقررت تبيع وتصير ثروجي فلا تفكر شغلة سهلة. بقى وين فايت بهالعجقة؟ بسوريا جاية تبيعني دماء؟ بدك فتخ بز كتير؟ روح العب بعيد، روح تدرب مع النفط وآبار النفط، حلوين مو بطالين، ونحن هون قاعدين لحتى تنشف آبار الدماء. هكذا حدثنا عن دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.